المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الزاوية. يمكن الشغل الشاغل اللي شاغل الرأي العام في الشوارع وخاصة في القرى والأرياف وهو قانون التصالح على المباني. قانون التصالح هو قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2019 واللي اختص به المباني المخالفة واللي تم تحرير محاضر ليها حول إجراءات التصالح وكيفية التصالح ومين هو اللي صالح والمبالغ المحدده. يسعدنا ان نلتقي مع الاستاذ عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدير دار السلام. اهلا بك استاذ عبد المنعم. اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا استاذ. يمكن اللقاء الثاني لنا مع حضرتك. ويمكن قانون التصالح حاليا اعتقد كل الشارع المصري بيتكلم عن قانون التصالح. من هم المعنيين بقانون التصالح؟ قانون التصالح ده فرصه عظيمه لكل من بنى مبنى مخالف او مبنى بدون ترخيص هندسي. تمام. وده ما اكثره، يعني يمكن الظروف اضطرت المواطنين للبناء بدون ترخيص خارج الحيز، وده اكبر تعدي على الاراضي الزراعيه، فاضطر المواطن ان هو يبني. الان جاءته الفرصه لتقنين وضعه و استخراج رخصة من جديد. يعني عايزين برضو يعني نبدأ إجراءات التصالح. خلاص أنا يعني اسمي مدرج ومعمول لمحضر وعايز أتصالح، يعني أبدأ من فين وأروح لمين؟ تمام. أنا دائما بوجه وعلى الصفحات التواصل وفي الإذاعات المحلية ومن خلال الوحدات القروية لأهالينا المواطنين البسطاء، كل واحد باني مبنى بدون ترخيص يتقدم إلى أقرب وحدة محلية قروية يستعلم ويستفسر إذا كان لي مخالفة أو لا. تمام. أنا في الوضع ده مخالف أو لا، هيساعدوه الموظفين ورئيس القرية في إعطائه رقم قراره وسنته ويوجهه، هيتوجه إلى المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمدينة دار السلام. المركز التكنولوجي بيتعامل مع المواطنين بكل سهولة ويسر وبيسهل كل الإجراءات من خلال شباك واحد، بيقدم بطاقة الرقم القومي وبيطلب التصالح، بيعطى له نموذج ويملى من خلال الموظف ومطلوب منه صورة بطاقة الرقم القومي مستند دال على الملكية، لو كان معاه مستندات أخرى زي تقرير استشاري من مهندس نقابي مهندس استشاري، صورة من القرار المخالفة، أو لو معوش وعارف رقم القرار وسنته تحرر هذه المستندات في النموذج وياخدها منه الموظف. طب يعني المبالغ اللي هيتم دفعها يعني هيتم احتسابها ازاي ومين اللي هو يعني معني بتحديد تلك المبالغ؟ المبالغ زي ما حددها القانون دي رسوم فحص ومعاينه. تمام. حسب مساحه المبنى المخالف. تمام. بتحدد القيمه، ودي موجوده بالتفصيل قدام الموظف وقدام المهندس، كل من يتعامل بالقانون معاه اللوائح دي واللائحه الماليه بتاعته كلها مظبوطه. يعني هل هناك احصائيه لعدد المخالفين يعني ولا لسه ما تمش عمل حصر ليهم؟ هدفنا ان احنا نصل الى صفر مخالفات. تمام. في مركز دار السلام. اجمالي المخالفين كم ولا مش محصور؟ اجمالي المخالفين محصور يا فندم يعني يقارب ال 15,000 مخالفه. وتم التقدم حوالي 2000 تقريبا يعني كده؟ يعني لا 1100 1100 طلب تصالح، تم تنفيذ ازالات لحوالي 4000 حاله. دول ما تقدموش بالتصالح؟ ما يعني تقدم. مش مفترض انه نستنى موعد اللجنه 30/9 ولا يعني ليه الازالات دي؟ الازالات بيبقى المواطن يعني ما استكملش المبنى بتاعه، يعني هو بس بيحوز ارض كده وبيبورها يعني لمستقبلا يعني، او في استغناء عنها. فاحنا برضو القانون التصالح ده هيتصالح مع الحالات اللي خلاص اصبحت ملحه. يعني هو ساكن بالفعل كده؟ ساكن. تمام. يعني برضو يا استاذ منهم يعني خلينا نقول
يعني يمكن في بعض الاماكن تم بناء مباني خاصه بجهود ذاتيه لاهالي البلد، وتم التبرع بها لجهات حكوميه، وفوجئ المتبرع بان هناك محضر محرر باسم المتبرع. يعني هيتم التعامل مع الحالات دي ازاي؟ الاجراء ده طبقا لقانون 119، اي مبنى حكومي خاص اهلي اي مبنى ينشا بدون ترخيص تحرر ليه مخالفه، فاذا كانت حررت المخالفه للمبنى الحكومي ده يبقى اجراء سليم. يعني طب بس هو قبل يعني المحضر حرر باسم المتبرع مش باسم الجهه الحكوميه، يعني يعني هيتم التعامل ازاي مع المتبرع؟ حاليا احنا قدامنا مخالف. تمام. يعني هو بنى من غير ما يرخص وتبرع بعد كده، يعني ما كان مفترض الجهه اللي هتستلم ما تستلمش الحاجه دي الا بترخيص ولا ايه؟ طبعا احنا بيظهر معانا كل ما بنشتغل في القانون كتير. بتظهر معانا حالات لم توضح في القانون، فاحنا بنلجأ للجهات العليا والجهات الاستشاريه، بناخد الفتوى ويعني بنحلها يعني. طيب برضه يمكن في حالات يعني تم تحرير محاضر باسم اشخاص كانت مالكه للارض المبني فيها البيت، ولكن اللي بنى شخص اخر، فبالتالي انا كصاحب ارض ومش باني مش هتقدم بتصالح ومش هسال، وقد يصل الموضوع ان ممكن يطلع قرار ازاله للبيت المبني، صاحب البيت ما عندوش خبر انه في مخالفه للبيت، هل هيتم مراعاه هذه الحالات ولا هيتم تنفيذ الازاله دون الرجوع لصاحب الاسم الاساسي؟ يعني احنا في مركز دار السلام اخدين على عاتقنا ان وصل الامر الى طرق الابواب. تمام. للتنبيه يعني؟ للتنبيه والتحذير عشان ننجي اهلينا من الخساره. احنا عايزين صالح المواطن، عايزين يتقنن وضعه وما يخسرش. القانون ده هيديله مكتسبات عظيمه، هيحافظ على المنزل بتاعه من الازاله، هيقدر يعلي ويبيع المبنى، يهد يوسع يشتري، هيبقى خلاص وضعه مقنن، هيوصل خدمات، الدولة هتوصل له مرافق. يعني كده مميزات التصالح انه يعتبر كده هيحصل على رخصة وياخد كل حقوقه في المرافق كده بدون ما حد يقول له لا. تمام يا فندم، دي مكاسب للمواطن ومكاسب للدولة. الدولة في اتجاه يعني تطوير وتحسين وتعديل وتقنين اوضاع والقضاء على العشوائيات. مش معقول خلاص زي ما وجه سيادة الرئيس ان خط احمر، خلاص نقطة من اول السطر، لا للعشوائيات لا للبناء العشوائي، مفيش حد هيبني طوبة الا بترخيص. جميل. يعني احنا نتمنى يعني يكون في رأفة بالمواطنين وذراعة يعني التكاليف الباهظة لبناء المنازل، وخاصة ان يعني اي حد بيبني منازل بيكون يعني زي ما بنقول كده بالعامية تحوشة عمره، فبالتالي يعني لابد ان تراعى هذه الظروف ويتم التعامل معها يعني بلين ورفق ان شاء الله. طبعا باذن الله. طبعا دي ثروه، وثروه عقاريه تهمنا وتهمنا مصلحه المواطن، واحنا قلبا وقالبا مع المواطن. تمام. والمواطن فوق دماغنا، بس يعني يقبل ويجي واحنا نساعده. يعني الاستاذ عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز مدينه درسام، شكرا لحضرتك، واعزائي المشاهدين يعني هنروح برضو يكون لنا لقاء مع رئيس المركز التكنولوجي نشوف آلية التقدم للمصالحات بتمشي ازاي يعني لاطمئنان المواطنين. خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية جميع الأقسام، أطفال، بطنة، نساء وتوليد، جلدية، رمد، عظام، أسنان، أنف وأذن، حميات، جراحة، مخ واعصاب، استقبال جميع حالات الطوارئ ل 24 ساعة، مسالك، تحاليل، أشعة، حضانات، عناية مركزية.
من داخل المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز مدينة دار السلام، وسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ فيصل البدري مدير مركز. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا بك أستاذ حاتم، وأهلا وسهلا بكم بأسرة برنامج الزوايا. أستاذ فيصل، يعني خلينا نتكلم عن إجراء المصالحات، ويعني كيف تبدأ الإجراءات، ويعني إيه توزد يعني المواطن إيه المطلوب منه عشان يجي يتقدم للمصالحة داخل مركز تكنولوجي؟ هو مبدئيا حضرتك مواطن بأول بيدخل على شباك الاستعلام، فبياخد رقم. طبعا عندنا النداء الآلي، وانا عندي 8 شبابيك واثنين خزنه. تمام. انا عندي 8 شبابيك بيشتغلوا في نفس اللحظه، يعني ممكن 8 يعني المعامله بتاخد 4 دقائق بالظبط مع موظف الشباك. للمواطن على الشباك الواحد. تمام. بالظبط كده. فمجرد بيخلص المعامله فبياخد تحديد الرسوم، بينزل على شباك الخزنه. عندي 2 شباك خزنه برده، ما بياخدش معايا وقت معاه خالص يعني. طب يعني ملف المصالحات بدايه من تقديم الملف الاوراق المطلوبه وتوريد المبالغ، يعني متى بيبدا فحص الملفات دي ويتم تقديمها؟ هو مجرد ما يوقف الشباك على المواطن بيكون عندي في الادارات الخلفيه عندي ترابيزه ورا كده، ورا الشباك، ورا موظف الشباك. بيستقبل الملف وبيفحص الملف، وبناء عليه بيشتغل موظف الشباك وبيحدد له الرسوم برده المهندس اللي هو بيكون من الاداره الخلفيه. تمام. من داخل المركز السكني اثناء تقديم المعامله لموظف الشباك. تم بيحدد المبلغ اللي طبعا بيحدد المبلغ على حسب تقريبا ربع المبلغ اللي على المبنى او البيت ده بيبقى بيدفع في جديه التصالح. بالظبط كده يا فندم. وعلى حسب المساحه وعلى حسب الموقع اللي محدده الوزاره او لجنه فحص المدافع. يعني يمكن كان في لقائنا مع رئيس المركز استاذ عبد المنعم، يعني قال لنا انه تقريبا يعني ما يقارب 1100 مواطن تقدم للمصالحه، يعني هل في تكدس داخل المركز التكنولوجي ولا يعني عدد الموظفين كتير وبيستوعب المتقدمين؟ لا، هو الحمد لله انا عندي 8 شبابيك شغالين غير 2 خزنه. تمام. فيعني هم اتدربوا يعني تدريب كامل وعلى مستوى عالي جدا، فالحمد لله يعني الموظف يعني بسهوله جدا المعامله، ما بتاخدش معاه يعني 3 دقائق بالكثير جوه يعني. تمام. يعني دلوقتي عقب تقدم مواطن بالمصالحه وتسليمه للمركز التكنولوجي الملف بتاعه، امتى هيعرف اذا كان التصالح بتاعه يعني تم قبوله من عدمه؟ هل هيرجع لمركز تكنولوجي مره اخرى ولا هيتم ابلاغه بطريقه ما؟ هو حضرتك احنا بتجينا لجنه بت من سوهاج خلال كل اسبوع يوم يعني كده. تمام. بتفحص الملفات هنا ولا بتفحص الملفات هنا وبعد كده بتروح سوهاج بتاع. تمام. وبعدين باسبوع بيعرف انه اتقبل او ما اتقبلش. يعني هيتم ابلاغ المواطن ازاي؟ على نظام تليفون او بنبعت له رساله على التليفون. تمام. يعني يتم التواصل معاه خلال التليفون برساله او اتصال، يا اما اس ام اس يا اما تليفون اتصال. الرساله بتوصل له من عن طريق الخدمه نفسها. تمام. يعني كده يعني ما فيش عائق ان مش هيبقى في عدد تاني يرجع عشان يسال الملف تم في ايه؟ يعني هل تم ابلاغ المواطنين بان هيتم الرد عليكم برسائل بالظبط؟ برسائل من اهم النقاط اللي بناخدها من المواطن، اهم حاجه عنده هو الرقم القومي، واهم حاجه عنده يكون الرقم التليفون صحيح. تمام. على اساس انه بتوصل له رساله بمجرد ما تنزل الخدمه بتاعته، بمجرد ما ينزل اسمه ورقم التليفون يقول له تم اتخاذ الاجراء كذا كذا كذا. وكل اجراء في الخدمه بتوصل له رساله برضه. يعني انت بتقول في هنا خزنتين، يعني هيتم توريد المبالغ هنا ولا في طريقه اخرى لتسديد المبالغ للتصالح؟ في عندي هنا مكنه اللي هي ماستر كارد الفيزا. تمام. وفي برضه لو المبلغ كبير والفيزا مش تستحمل ده كله بيورد على نظام البنك برضه. في حساب خاص بال في حساب خاص بينا بالوحده المحليه وكود مؤسسي. تمام. يعني برضو حابين نطمن الساده المواطنين ان تقديمه من خلال مركز تكنولوجي يعني انه ورقه او ملفه في امان. يعني برضو بيقول لك انا ربما يعني يحصل مشكله في الجهاز، يعني في الاول كنت بروح للموظف بديله الملف بتاعي باخد منه ايصال ان استلم ورقي. يعني عايزين نطمن المواطنين، تقول لهم ايه؟ هو اولا مجرد المفروض المواطن ما يمشيش من الشباك، ما يغادرش الشباك الا بياخد ايصال خدمه. تمام. ايصال الخدمه ده معروف مين استلم منه الموظف الشباك. تمام. وفي الخدمات في الاوراق اللي قدمها بعددها ومرفقات الكلام ده، مرفقات الملف كامل. ومجرد ما يخلص المواطن في عندي ارشيف داخلي للمركز. تمام. بيسجل كل الملفات دي بالاسم وبيديها رقم على اساس انه بيسلمها برده للجنه برقم وتوقيع. يعني يا استاذ فيصل نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا موفقين في استقبال الحالات، واكيد هيكون لنا لقاءات اخرى معاكم باذن الله. ان شاء الله يا فندم. بس في حاجه كده حابب انوه عليها. اتفضل. عندي في الايصال الخدمه اللي بيستلموها في عندي باركود، ممكن ده من خلال التليفون
بيعرف كل خدماته تتحدد فين. وفي عندي حاجه ثانيه اتفعلت اللي هي خدمات المحليات اونلاين. مجرد ما يخش خدمات الاونلاين مجرد ما يخش المواطن بيلاقي فيه لا يقل عن 46 خدمه. يعني من ضمنهم خدمه مصالحه، دي ممكن يخش من عنده يحط ملفاته او يعني يتم اجراء تصالح، ولا لازم تمام يا فندم يخش على الموبايل في البيت وبيرفع كل المستندات من عنده الموبايل وممكن يورد فلوسه على نظام فوري. احنا متعاقدين يعني مع فوري برضه، يعني هو هيوصل ملف عند موظف وهيشوف الملف قدامه وهيتم قبوله ولا تمام يا فندم؟ عندي الشباك برضه اتدربوا كلهم على خدمه الاونلاين. تمام، بينزلوا صندوق وارد وبيطلع وبيرفع وبيسحب الملفات برضه، المعامله بيسحبها عنده على الطابعه برضه. تمام، بيبقى ملف هنا في المركز بيعمله له موظف الشباك. يعني خدمه اعتقد دي لو الناس يعني اهتمت بيها تبقى اسهل بكتير من انه يحصل تكدس او ازدحام. ويمكن برضه احنا يعني عدد الحالات اللي مستهدفه في دار السلام عدد كبير جدا، فربما يعني يلجا البعض للتصالح في توقيت واحد. نتمنى ان يعني ياخدوا بالهم من تلك الخدمه اللي بتكون اعتقد يعني هتخفف عيب كبير عن الموظفين. يعني اعتقد ان مركز تكنولوجي ليه دور كبير جدا، ويعني زي ما انت حضرتك قلت ان يعني خدمات كتير. نتمنى الناس يعني يكون عندها وعي، وان شاء الله يكون لقاء معك يا استاذ فيصل خلال عقد انتهاء التصالح. وشكرا ليك وموفقين ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك، ونتمنى برضو ارضاء المواطن لينا برضو، ونتمنى برضو نكون تحت حسن ظن كل المواطنين. ويا ريت يعني المواطنين يتعاونوا معانا لتسهيل الاجراءات وتسهيل، واحنا برضو كلنا في خدمتهم برضو. وشكرا منك خالص ان شاء الله. شكرا فيصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ولقاء مع زميلي اشرف السبع واحد المواهب الشابه وموهبه الانشاد، استنونا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه أعزائي مشاهدي برنامج الزاوية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وفقرة من الفقرات اللي بنتمنى أن يكون دمها خفيف عليكم، زي ما عودناكم برنامج الزاوية دايما بيحاول أنه يوصل للمواهب المختلفة، ومعنا واحد من مواهب مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، الشاب الجميل محمد فتح الباب. أهلا بك يا محمد. أهلا بك أستاذ محمد. في البداية احنا سعداء بوجودك معنا في برنامج الزاوية. أنا أسعد والله. محمد، يعني أنت اكتشفت في نفسك هذه الموهبة؟ يعني منذ الطفوله، ما لهاش وقت محدد. يعني طبعا يعني محمد من الاصوات الجميله اللي اكيد حضراتكم هتستمتعوا بصوته دلوقتي. ايه رايك يا محمد لو تسمع الساده المشاهدين حاجه من الحاجات اللي بتعتز بيها؟ العيون. حاضر. بمدح المصطفى تحيا القلوب، يا سلام، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه
نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني صوت متميز جدا يا محمد. الله يبارك فيك. محمد انت بتدرس؟ نعم، في الفرقة الثانية كلية الشرع والقانون جامعة الأزهر أسيوط. يا ترى شاركت في مسابقات أو احتفاليات خلال دراستك في المرحلة الجامعية؟ شاركت في حفلة تخرج، شاركت في مهرجان إبداع للجامعات. فإن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله نقدر نحقق مستوى أعلى يعني. إن شاء الله بإذن الله. محمد، يعني هل في الأسرة في يعني كان في مساندة ليك وكان لها دور؟ نعم. في إنك تهتم بهذه الموهبة وتنميها؟ كل اللي أنا وصلت له ده بفضل يعني مساعدة أبويا لي يعني، وقفته معايا بس، وأحبابي وأصدقائي يعني. في حد في الأسرة بيتميز بهذا الصوت الجميل يعني وأنت واخد كده منه الموهبة ولا؟ نعم، والدي. ما شاء الله. منشد برضو؟ لا، قارئ للقرآن. ما شاء الله، ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك. طيب يعني يا محمد، احنا في خلال هذه الفقرة عايزين نستمتع أكثر. نعم. بصوتك، والسادة المشاهدين أكيد يعني متشوقين لسماع المزيد من هذه الأناشيد الجميلة. إيه رأيك تسمعنا كده حاجة تانية؟ من عيوني. حاضر. وعلل قلبي في الغرام وأكتم، ولكن حالي عن لساني يترجم. وعلل قلبي في الغرام وأكتم، ولكن حالي عن لساني يترجم. ولو فاض دمعي، ولو فاض دمعي، قلت جرح بأعيني كي لا يرى حالي العزول فيفهمي. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. ليلة حلوة ومحليها، رب القدرة مبارك فيها. ليلة حلوة ومحليها، رب القدرة مبارك فيها. المولى دعانا وجيناكم نمدح طاغا، فوجدناكم أحباب للزين. يا صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. الله الله يا محمد. الله يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. صوتك جميل جدا يا محمد. الله يبارك فيك. يعني بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. محمد، ناوي يعني تحترف هذا المجال مستقبلا؟ ان شاء الله، ان شاء الله. دايما كده كل موهبة شابة بيكون لها مثل في هذا المجال، انت كده يعني مثلك مين او بتقتدي بمين من المنشدين؟ والله يعني هو مبتهل مش منشد. نعم. الشيخ طه الفاشني عليه رحمة الله يعني. ما شاء الله. حافظ له حاجة يا محمد ممكن نسمعها؟ حافظ له. طب يلا. ماشي. حاضر. يا أيها المختار من خير الورى، أخلقا وخالقا
بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. الله 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 ما شاء الله. كان في فيديو يمكن انت يعني كان سبب في انك توصل لكثير من البيوت يعني صحيح. اللي هو كنا سبعة تقريبا. نعم. ايه رايك لو تسمعنا يعني؟ تمام. هو مش تبع الانشاد يعني بس هقول لحضراتكم. ماشي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا سبعة ويا بعض الروح ونيجي اي وقت واي حتة جمع ماشي اهوى ماشي اي هلس ورمي جتا. بس من بعد الشهادة كله كان عمال يعافر خد هدومه راح مسافر شال همومه سابنا ستة ساب جاكيت لحد فينا وقال له ذكرى رد قال له عمري ما انسى شالها عنده يوم جوازه كان لابسها وسابنا خمسة فات شهور وعملنا حادثة كان سبب عصر بعاطي الشباب وهزار سواقة وضحك فاضي ومرقعة والتمن كان حد غالي راح وسابنا أربعة صدمة كانت مفجعة وما فونا لولنا مات وما واحد فينا كمل باقي عمره بعكازات كان بيمشي تاتا تاتا والألم خلاه يسيبنا للخطا وإحنا التلاتة بالمعارف والوساطة والرشاوي والهدايا قالوا تعين وجه قبلي راح وساب واحد معايا والنهاية نيجي على القهوة ونحكي مرة كل فين وفين والمسافة تزيد ما بيننا والشهور بتجيب سنين باقي مين غير حنين الشوي دمع وصورة كانت باية عندي وافتكر لو شفت جامعة ولا جنب القهوة عدي ان احنا كنا سبعة واني في الاخر لوحدي. الله 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 يا محمد. يعني يمكن اجمل ما يميز محمد هو هذه الابتسامه التي لا تفارق وجهه يعني منذ ان اتى الى مكان التصوير وهو مبتسم. نتمنى ان يديم الله سبحانه وتعالى عليك هذه الابتسامه محمد وبالتوفيق يا رب واياكم. وكنا سعداء جدا بوجودك معنا في هذه الفقره. انا سعيد والله واسعد يعني والشكر موصول ليكم حضراتكم والبرنامج الزاويه اللي هو بيهتم بالمواهب يعني. الله يخليك يا محمد. شكرا جدا. وبكده اعزائي مشاهدي برنامج الزاويه نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده الى ان نلتقي بكم في حلقات اخرى مقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.